الاوسط الام سي ان، والحقيقه استاذ نادر شكري كان يعني هو والفريق العمل هم اللي يعني اللي غطوا ووثقوا هذه الامور اللي حصلت، وحتى بيقال انه كان تعرض لمواقف صعبه في دلجه، لكن الحمد لله على سلامته هو والمجموعه اللي معاه. وهنشوف بعض من هذه المشاهد. اول مشاهد دي معانا شهاده حول حرق ونهب كنائس ومتلقات الاقباط في المنيا. في الكنين الكنيسه مفتوح، ان المكان الدير ده مفتوح، فاحنا جينا طبعا نفتح لقينا القفل متكسر، ولقينا بقى الامور متبهدله كده. طبعا سيبنا عليهم ضرب نار، هذا اتحسب عند ربنا مش عند حد. ضرب نار، ضرب نار عليهم وهم ماشيين عادي، ماشيين عادي مش اول مره يعني. هنحاول نعرض تباعا الفقرات اللقطات اللي تم رصدها النهارده. عندنا كمان لقطات تاني من حرق وتدمير مترنيه سوهاج، ودي طبعا كانت اكتر حاجه، وكان في اشاده من الاستاذ نادر. احنا نظرا بس للوقت كان نفسنا يكون معانا، لان هو كان اشاد بانه عمل لقاء مع الانبا بخوم هناك، وان الانبا بخوم كان موجود الحياه في الكاتدرائيه ونجا بمعجزه الحمد لله. ويعني هنحاول نعرض لقطات كده من كل فيديو. كسروا
كنا شفنا قبل كده زي ما حضراتكم عارفين طبعا مشاهد من عملية الحرق، وكان الحلقة اللي فاتت معانا أيضا مشاهد كان بعتها لنا حازم، من إنه حازم رفعت من سوهاج، مشاهد للناس كلها وهي بتهجم على المطرانية، دي مشاهد برضو جديدة زي ما شفتوها، إنه الحرق اللي حصل وكمية النار اللي اشتعلت وكل الأمور دي، وده كمان فيديو برضو فيه تفاصيل من الداخل بقى للي حصل للكنيسة هناك، ونشوفه مع بعض. صناعات الغاز اعتبرها هتنفجر، وبعد كده هم خرجوا من الكنيسة. طبعا ما يقدرش يبقى موجود والاسطوانه بتنفجر. ازاي تم السيطره على هذه الاسطوانه؟ الشباب يعني شباب الكنيسه من 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 اللحظات الاخيره من وجودهم قدروا انهم يتسللوا، عدد حوالي 15 او 20 شاب، وجريوا بسرعه على الانابيب، وكان معاهم عربيه الاطفاء جت بره، فنجحوا هم المعتدين انهم يختفوا العربيه، نزلوا السواق واخذوا العربيه ومشوا. عايز اقول لك انا عندي 47 سنه، من وانا طفل صغير في عيني موجوده، من واحنا اطفال يعني فتحنا عينينا على المنجلين في الكنيسه. الحكايه دي طبعا بتتعمل بتاخد وقت ومجهود كبير. لا وانت لما بترتبط بالمكان بتألف المكان، طبعا دي شاشات كانت في الكنيسه. هنا بقى حادث مهم قوي اللي هو موضوع تكسير الصليب اللي كان على البوابه. كان في صليب كبير، يعني عملوا احتفاليه بقى في عمليه تكسيره. جمعت مجموعه ونجح واحد منهم انه ينزلوا وسط التهليل والتكبير. لكن هما هنا بقى مجموعه اجتمعت حوالين الباب، وطلع واحد وكسر الصليب واسقطه للارض واهانوه في الارض كمان. هو الفكره ببساطه زي يعني انه لما اشعلوا النيران في كل العربيات، المنطقه دي كلها كانت عربيات مشتعله لغايه الشجره، والممر ده كله كان عربيات، فالنار كانت ماليه المكان. هم استشعروا خطر على نفسهم، فما قدروش يكملوا اكتر من انهم كسروا وسرقوا وما لحقوش يولعوا. خرجوا هربوا من المكان عشان حسوا بنوع من الخطر، وده اللي بينزل ان يكون حصل تأثير في أساسات المبنى. لما الأساسات اتحركت حصل نوع من الضغط بقى، فالبلط طلع لوحده. هم كان معاهم حوالي 20 أنبوبة بوتاجاز داخلين بيهم وعبوات بنزين، اشعلوا الانابيب البوتاجاز، ودي كانت اسلوب الحرب انه البنزين اشعلوا بيه الحرائق في العربيات، لكن الانابيب للاماكن بقى كانوا بيولعوا الانبوبه ويحطوها انبوبه او اكتر في المكان، ويحطوها يسيبوها مشتعله لغايه ما تنفجر. حالات في المنطقه اللي حوالين الكنيسه كان في حوالي. طيب ده اتسابونا بشوية، على فكرة هيكون في حاجات تانية، وأوعدكم إن شاء الله إنه كل التوثيق ده يكون مرة يعني نحاول يكون معانا الأستاذ نادر شكري الصحفي من وكالة الام سي ان وكالة مسيحي الشرق الأوسط، علشان أيضا يدينا تفاصيل أكتر، لأنه زي ما بقول لكم أنا كنت قريت على صفحته على الفيسبوك إن ربنا نجاهم من بأعجوبة من اختراقهم لقرية دلجة، وإنهم صوروا هناك برضو بعض الصور، وكان حاطط بعض الصور على الفيسبوك وهو موجود جوه الكنيسة، ومكتوب على الكنيسة على المناطق المحروقة انه يعني اسلامية والكلام ده كله. هنحاول نعرض ده في وقت يكون متاح اكتر عندنا لو حب